درسنا في القواعد العربية طبعا اسم المفعول صفحة 137 من كتاب القواعد، وهو الدرس 15. طبعا هذا الدرس هو درس سهل جدا، هو يتبع لي أو يشبه نوعا ما درسنا السابق الذي كان تحت عنوان اسم الفاعل. قلنا بأن اسم الفاعل يصاغ من الثلاثي على وزن من الثلاثي المعلوم، معلوم يعني معروف فاعله، على وزن فاعل. وإذا كان أكثر من ثلاثي نحوله إلى المضارع، ونقلب حرف المضارع ميما مضمومة، ونكسر ما قبل الآخر، أليس كذلك؟ هل تذكرون؟ طيب، وقلنا أيضا بأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله المعلوم، يعني الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، أيضا اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. هنا سنلاحظ أن هناك تشابها بين اسم الفاعل واسم المفعول، مع اختلاف في الفعل الذي نصوغ منه اسم المفعول. اسم المفعول واضح؟ نبدأ أولا بالأهداف التي نريد أن نحققها من خلال الدرس، وهي أن يعرف التلميذ باسم المفعول، يعني أن نعرف ما هو اسم المفعول. ثانيا أن يصوغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي، يصوغ اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي، وأيضا يعرف عمل اسم المفعول. نبدأ أولا من خلال هذا النص، من خلال الفكرة الأولى، إعلامنا والأخلاق. لا شك أننا نعيش اليوم في عالم مسير بقوة الإعلام، فما يحصل في القاصي من الكرة الأرضية معروف لدى الجميع وبسرعة فائقة، فلم يعد هناك أمر مجهول، فالأرض أصبحت مكشوفة لسكانها من دون حواجز، ولم يبقى فيها من أسرار دفينة. هل تلاحظون الكلمات الملونة باللون الأحمر؟ مسير، معروف، مجهول، مكشوفة، ودفينة. اتركوا مسير لوقت لاحق، ولكن لاحظوا كلمة معروف ومجهول ومكشوف. طبعا مكشوفة هنا التاء للتأنيث. هذه الكلمات، الفعل كلمة معروف من أي فعل فعل أخذت؟ عرف. من الفعل عرف. الآن سنقول لماذا عرف وليس عرف. عرف. كلمة مجهول من أي فعل أخذت؟ من الفعل جهل، يلي هو ماضي ثلاثي. مكشوفة من أي فعل؟ من أي فعل يا سابين؟ كشف. 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 إذن معروف من عرفة، مجهول من جهلة، ومكشوف من كشفة. طيب سؤال، على أي وزن جاءت كلمة معروف وكلمة مجهول وكلمة مكشوف؟ يا مايا، يا مايا، على أي وزن؟ أجل أستاذ، على أي معروف وزن؟ نعم، إيه، على أي وزن؟ معروف ومجهول ومكشوف. على عرف. عارف. على أي وزن؟ نعم تفضل. وزن مفعول. على وزن مفعول. وزن مفعول. جيد، على وزن مفعول. معروف مفعول كما قلنا سابقا بالنسبة لاسم الفاعل. إذن طيب لاحظوا، هل الفعل الذي اشتق منه المصدر أو اسم المفعول عفوا يلي هو معروف، هل هو ثلاثي
أم غير ثلاثي؟ أجل ثلاثي. يعني ماذا نستنتج؟ كيف يصاغ اسم المفعول من الثلاثي؟ على أي وزن؟ مفعول. على وزن مجهول. أيوة، على وزن مفعول. كما قمنا بصياغة اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، اسم المفعول من الثلاثي يصاغ على وزن مفعول. واضح؟ طيب، لاحظوا كلمة دفين، أيضا التاء للتأنيث، من أي فعل أخذ؟ من الفعل دفن. طيب، من الفعل دفن، الفعل دفن أليس ثلاثيا أيضا؟ بل هو كذلك. طيب، كلمة دفين على أي وزن صيغت؟ على وزن دفين، على وزن فعيل. فعيل. إذا ماذا نستنتج هنا؟ نستنتج أن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي على وزنين، الوزن الأول وهو المشهور هو وزن مفعول، والوزن الثاني هو وزن فعيل. وزن مفعول كل الأفعال الثلاثية تصاغ على وزن مفعول، ولكن فعيل لا يصلح لكل الأفعال، يصلح لبعض الأفعال. واضح حتى الآن؟ يعني أحببت أن أدخل بالشرح مباشرة من خلال هذه الفكرة. وأيضاً أريدكم أن تلاحظوا الفعل جهل والفعل عرف والفعل دفن وكشف، هذه الأفعال تسمى أفعالاً مجهولة. ما معنى مجهولة؟ تذكرون درس الفعل المعلوم والمجهول في الصف السابع؟ من يذكر هذا الدرس؟ الفاعل، يعني أن الفاعل غير معروف. أيوة، اسم الفاعل كان يصاغ من الفعل المعلوم الذي يعرف فاعله، أما اسم المفعول فيصاغ من الفعل المجهول الذي لا يعرف فاعله. الفعل المعلوم يأخذ فاعلا، والفعل المجهول يأخذ نائب فاعل وليس فاعل. سنتحدث عن ذلك بعد قليل. الآن يصاغ الفعل، يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي المجهول طبعا على وزن مفعول وفعيل. هذا الاستنتاج الأول الذي نريد أن نصل إليه. الآن فلندخل إلى الجمل التي هي نفس الجمل طبعا. إذا لاحظوا، فلننظف المكان. إذا لاحظوا كلمات مكشوفة، مجهولة، مقيدة. طبعا هذه الكلمات تأتي بمعنى مفعول، يعني تأتي بمعنى المفعول به وليس بمعنى الفاعل، ليس بمعنى من قام بالفعل، إنما بمعنى من وقع عليه فعل الفاعل. واضح؟ إذا الاستنتاج الأول الذي نستنتجه هنا ما هو؟ اقرأ الاستنتاج يا علي. أنا خلاص اخترنا الاسم. علي بسمة، تفضل اقرأ لنا الاستنتاج الأول. اسم مفعول صيغة تشتق من الفعل المجهول على المعنى المفعول، على المعنى مفعول به، يعني تحمل معنى المفعول به وليس من قام بالفعل كاسم الفاعل. اسم الفاعل يحمل معنى الفاعل، اما اسم المفعول يحمل معنى المفعول به ويصاغ من المجهول. ايه اكمل. وتدل على حدث او معنى او صفة غير ثابتة في الاسم المعنى بها. طيب، ايضا كاسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على صفه وعلى على شيء في على معنى غير ثابت، يعني هذا المعنى مش ثابت، يعني يتغير. لاحظوا هنا، اراده الانسان مقيده، قد لا تبقى مقيده، اصبحت الارض مكشوفه، قد لا تبقى مكشوفه، الانسان اسير اهواء الاعلاميين، قد لا يبقى اسير، يعني الصفه التي يحملها اسم الفاعل واسم المفعول هي ليست ثابته، واضح؟ هي متغيره، هذا هو المقصود. حتى الآن هل هناك أي سؤال؟ هديل، سارة، كريم، هلا. كلكم، أي هل هناك شيء صعب حتى الآن؟ لا، سهلين صح؟ طيب،
ننطلق إلى صياغة اسم المفعول من الثلاثي. نحن قلنا أن اسم المفعول أيضا تحدثنا عن هذا الأمر ولكن نكرر. إذن لاحظوا، جعل العلم الفضاء مفتوحا بعدما كان مغلقا. راح يبحث عن في ذلك العالم المجهول، استخدم مجلوها وثقيلها ليستفيد منها. طبعا نحن سنهتم هنا بمفتوح. إذن هنا على أي وزن صيغ اسم المفعول هنا كلمة مفتوح؟ مفتوحا مفعولا، مفعول يعني مفعول. المجهول يا هديل على أي وزن صيغ اسم المفعول هنا؟ مجهول على أي وزن؟ أستاذ المفعول، مفعول لا بدون قال التعريف. قلت المجهول هذا الاسم المفعول، اسم المفعول على أي وزن صيغة؟ على وزن مفعول. لماذا؟ لأنه ثلاثي، مأخوذ من الثلاثي، من الفعل فتح ومن الفعل جهل. واضح كيف يصاغ الاسم المفعول من الثلاثي؟ يصاغ من الثلاثي المجهول على وزن مفعول. هل هناك وزن آخر هنا غير وزن مفعول للفعل الثلاثي؟ هناك واحد، أين هو؟ أين هو يا حلوين؟ أين هو يا روى؟ استاذ شو السؤال؟ هل هناك اسم مفعول آخر هنا صيغة من الثلاثي في هذه الجمل الثلاثة؟ مغلقا، مغلقا من الفعل أغلق. أغلق كم حرف؟ قاعدة مختلفة. لو كان مغلقا لكان على، نعم، ثقيل. ثقيل على أي وزن يا كريم؟ فعيل. فعيل، شايفين؟ ثقيل من ثقل، ثقل ثقل الشيء، يعني ملأه، طوره. بيقول تستعمل هذه الكلمة بالنسبة للعقل وللأفكار لشيء معين، يعني للتطوير. إذا ما فهمت يا أستاذ، كيف قصدك؟ نعم لم أسمعك، ماذا قلت يا رواه؟ أقول أنا ما فهمت كيف قصدك يعني السؤال؟ آه، أنا كنت أقول أننا هنا استخرجنا مفتوحا ومجهولا، قلنا هي أسماء مفعولة صيغت على وزن، أسماء مفعول اسم مفعول صيغت على وزن مفعول يلي هي من الثلاثي. قلت هل هناك اسم مفعول آخر صيغة من الثلاثي كمان على وزن آخر؟ كان الجواب هو هون ثقيل، هو على وزن فعيل، لأن اسم المفعول يصاغ من الثلاثي على وزنين، وزن مفعول ووزن فعيل. على فكرة ثقيل يمكن أن تصاغ على وزن مفعول فتكون بأي شكل؟ بدل ثقيل يمكن أن نقول على وزن مفعول، ماذا يمكن أن نقول؟ مصقول. مصقول أيضا صحيح، لأن اسم المفعول أو صيغة مفعول تصلح لجميع الأفعال الثلاثية، أما فعيل لا تصلح لكل الأفعال. يعني يمكن أن أقول مأسور مثلا أيضا بدل أسير هنا في هذا المثال، لاحظوا، شايفين؟ طيب اقرأي لنا يا روى هذا الاستنتاج. روى أستاذ اقرأي هذا الاستنتاج. يصاغ، يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي المتصرف المجرد على وزنتين، هما وزنين. مفعول هما مفعول وهو الوزن المطلق الذي ينطبق على كل الأفعال. أيوة توقفي، أكمل المثال. يا فتح الباب فهو فتح مفتوح، فتح الباب، فتح الباب فهو نعم مفتوح، جهل الأمر فهو مجهول. نعم أكملي. فعيل، فعيل إذا جاء بمعنى مفعول لا
لا بمعنى فاعل. لا بمعنى فاعل. نعم. يعني من وقع عليه فعل الفاعل. أسر الجندي فهو أسير، سجن الجاني فهو سجين. طيب، إذن الوزن الأول اللي هو مفعول وزن مطلق هو الأساسي، ينطبق على كل الأفعال الثلاثية. أما وزن فعيل لا ينطبق على كل الأفعال، ويجب أن يأتي بمعنى مفعول، يعني يجب أن يأتي بمعنى من وقع عليه فعل الفاعل، وليس بمن إذا أتى بمعنى الفاعل لا يصلح أن يكون مفعولا أو اسم مفعول. طيب، هناك بعض طبعا دائما الفعل المعتل يفعل أو يقوم أو يسبب المشاكل بالنسبة لكل الدروس إذا كنتم تلاحظون، يعني فعلها عندما كنا باسم الفاعل، قال إلنا تصبح قائل، تطلب الألف اللي في وسط الفعل إلى همزة، صح؟ قلنا قال قائل، عمل مشكلة هونيك. هنا أيضا اسم المفعول من الفعل الثلاثي إذا كان معتل علينا أن نحفظ هذه الأفعال، طريقة صياغة اسم المفعول منها. إذا كان باع، الفعل باع، نريد أن نصوغ اسم المفعول منه، فماذا نفعل؟ نحوله إلى المضارع بهذا الشكل يبيع، وماذا نفعل؟ نصوغه بشكل أو بكلمة مبيع، يعني نحفظ هذا الفعل ونطبق عليه. قال يقول مقول، لاحظوا يعني نضع في مكان حرف المضارع ميما مفتوحة، هنا شايفين؟ مبيع، مقول، ساق، يسوق، مسوق، زاد، يزيد، مزيد. شايفين شو بنعمل؟ بنحوله للمضارع ونضع مكان حرف المضارع ميما مفتوحة. سقى، يسقي، مسقي، بنى، يبني، مبني، كوى، يكوي، مكوي. هذه الصياغ علينا أن ننتبه لها جيدا، هذه تشبه ما فوق الثلاثي، الآن سنتحدث بعد قليل عن ما فوق الثلاثي، هذه الصياغ تشبهه، يعني يجب أن نعرف كيفية صياغة. يعني أستاذ؟ نعم تفضلي. يعني أستاذ نحن بنحط له بالآخر ضمة؟ هلا هذا التنوين ليس هناك مشكلة، ايه تنوين، ما هو اصلا الاسم عادة اذا كان لوحده يكون في حالة الضم، عرفتي كيف؟ هلا حسب موقعه من الجملة تتغير الحركة. اوكي. واضح، هذا ليس له علاقة يعني بالدرس بشكل مباشر. اذا باع، يبيع، مبيع، قال، يقول، مقول، اطبق هذا الامر على الافعال التي تكون معتلة، يعني لاحظوا الباعة معتل الألف بالألف، معتل الوسط، جلى معتل الآخر، سقى معتل الآخر، ساق معتل الوسط، كوى معتل الوسط والآخر، نطبق بنفس هذا الشكل بنفس هذه الطريقة. طيب، فلنأتي إلى الجزء الثاني من الدرس الذي هو إذا كان الفعل غير ثلاثي كيف يصاغ اسم المفعول؟ طيب، المرأة المقيدة ستخرج من سجنها المظلم، الأمم المستعبدة ستصير من الأمم القوية، قد يصبح الإنسان مجنحاً يجوب الآفاق. طيب، لاحظوا كلمة المقيدة من أي فعل جاءت؟ من الفعل؟ يلا من أي فعل يا جابرييل؟ كلمة المقيدة من أي فعل صغنا هذه الكلمة، اشتقينا هذه الكلمة؟ مقيدة يعني من قيدة، نحن قلنا أننا هنا نستخرج نصوغ اسم المفعول من المجهول، من الفعل المجهول. قيدة كم حرف يا جابرييل الفعل قيدة؟ هل هو ثلاثي أم أكثر من ثلاثي؟ هو رباعي. رباعي، جيد جدا. طيب الفعل أو الاسم اللي هنا المستعبدة يا علي حسن بسمة، من أي فعل اشتق هذا الاسم المستعبدة؟ المستعبدة يعني التي تكون كالعبيد، أبناؤها يكونون كالعبيد،
علي بسمة، هل تسمعني؟ سيرين فتوني، تفضلي. قبل نهاية الزوم سأقوم بذكر أسماء الجميع لأعرف من هو موجود ومن لا يكون موجودا سيحذف من الحضور على فكرة. يلا يا سيرين. أستاذ. نعم. أستاذ. نعم نعم يا هديل، تفضلي. أستاذ ما عم بفهم كتير لأنه كتير 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 عم بعطش. هو بسبب الهواء على ما يبدو، يعني الهواء قوي. إذا بقي الوضع لديك كما هو يمكنك أن تشاهد التسجيل، تسجيل الفيديو المتعلق بشرح الدرس. واضح يا هديل؟ واضح؟ يلا يا سابين تفضلي. من أي فعل اشتق الاسم استعبد؟ قلت للفعل. يلا إذا المستعبدة يا مايا، من أي فعل أخذ هذا الاسم؟ مستعبد. استعبد. أستاذ. نعم. أين كنت؟ وأنت أيضا لا نسمعك. من الفعل استعبد، هل هذا الفعل ثلاثي أم أكثر من ثلاثي يا حلوين؟ أكثر. أكثر من ثلاثي. طيب مجنحة، من الفعل ماذا؟ من أي فعل أخذ يا آدم؟ شو أستاذ؟ الاسم مجنحة، من أي فعل اشتق؟ جنحة. جنح إذا كان معلوما، إذا كان مجهولا ماذا نفعل؟ جنح. مجنح. جنح. جنح. هل هو ثلاثي أم أكثر من ثلاثي؟ أكثر من ثلاثي لأن في عليه شد. جيد. إذا نحن ماذا نفعل؟ كلمة المقيدة والمستعبدة والمجنحة هي ومجنحة هي كلمات، هي أسماء مفعولة. طيب كيف يشتق الاسم المفعول، اسم المفعول من غير الثلاثي؟ تذكرون اسم الفاعل أليس كذلك؟ كيف اشتقينا اسم الفاعل من غير الثلاثي؟ من يذكرني؟ عناه إلى المضارع. نحوله إلى المضارع وماذا نفعل؟ بضم الميم. بضم بقلب حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، صحيح؟ صح؟ طب شوفوا هون شو صار. أيضا بالنسبة لاسم المفعول ماذا نفعل؟ نحوله إلى المضارع. قيد يقيد. شايفين؟ الألم عم بيعذب. يلا إذا يقيد. وماذا نفعل؟ نقلب حرف المضارع ميما مضمومة. شو بتصير؟ ونفتح ما قبل الآخر. شو بتصير؟ كيف تصبح؟ مقيد. مقيد. وهنا أصلاً هو ما قبل الآخر جاء مفتوحاً فليست هناك مشكلة. إذا ما الفارق بين اسم الفاعل والاسم المفعول واسم المفعول عندما نصوغه من غير الثلاثي؟ اسم المفعول، اسم الفاعل نكسر ما قبل الآخر، أما اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر فقط، هذا هو الفارق بينهما من حيث الشكل. لاحظوا استعبد نحوله إلى المضارع، كيف يصبح؟ كيف يصبح يا يستعبد؟ يستعبد. صح. سيلين نجدي، كيف نصوغ اسم الفاعل هنا، اسم المفعول عفوا؟ ايه استاذ، كيف نصوغ اسم المفعول اذا هنا من الفعل استعبد يستعبد؟ شو بنعمل هلا؟ ماذا نفعل بحرف المضارعة؟ نقلبه إلى ميم مضمومة
وانا افتح استاذ هتحلوا عني محليته وخلصه مستعبد. هل تلاحظون الفارق هنا بين اسم الفاعل واسم المفعول هو ماذا من غير الثلاثي؟ اسم الفاعل نحول إلى المضارع ونطلب حرف المضارع عميمة مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، ما قبل الآخر. أما اسم المفعول نحوله إلى المضارع ونقلب حرف المضارع عميمة مضمومة ولكننا نفتح ما قبل الآخر. واضح؟ هذا هو الفارق. لاحظوا مجنحا، مجنحا عفوا، لو قلنا مجنحا، مجنحا اسم فاعل، أما مجنحا فاسم مفعول. أيضا نقول جنح يجنح ونقلب حرف المضارع عميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر مجنح. هذه هي قاعدة الاسم المفعول عندما يصاغ من غير الثلاثي. هل هناك أي سؤال حتى الآن؟ عليكم أن تراجعوا هذا الدرس اليوم بعد أن تنتهوا من حصص الزوم. واضح؟ لأنكم ستنسونه بالتأكيد، بالتأكيد ستنسونه إذا لم تراجعوه. اقرأ يا ألما، اقرأ لنا هذا الاستنتاج. يصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي على وزن المضارع المجهول. أيوة، دائما المجهول، حتى في الماضي عندما قلنا أنه يصاغ دائما من المجهول وليس من المعلوم، المجهول الذي لا يعرف فاعله. تفضلي أكملي. بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة. وهون فتح ما قبل الآخر أصلا، لأنه في المعلوم، في المجهول عندما يكون الفعل مجهولا يكون ما قبل الآخر مفتوحا، يعني نفس الطريقة. تفضلي أكملي. استعبد يستعبد مستعبد 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 قيد. لحظة توقفي قليلا هنا. مستعبد لماذا؟ لو قلنا مستعبد، مستعبد اسم مفعول، اسم فاعل عفوا، أما مستعبد فهي اسم مفعول، لأن وحدة كسر ما قبل الآخر وحدة فتح ما قبل الآخر. تفضلي أكملي. قيد يقيد مقيد. نعم. أجاب يجاب. نعم. مجاب. نعم. اسم الفاعل من هذه أجاب شو بتصير؟ استجاب. يجيب مجيب. مجيب اسم فاعل، مجاب اسم مفعول. أكملي. استجاب. استجاب يستجاب. يستجاب. مستجاب. شوفوا هون الفارق بين اسم الفاعل واسم المفعول. لو أردنا صياغة اسم الفاعل من الفعل استجاب شو بيصير؟ استجاب يستجيب مستجيب. مستجيب اسم فاعل، مستجاب اسم مفعول. ليش تغير؟ لأنه بالمضارع المجهول يختلف عن المضارع المعلوم. طيب الاستنتاج الأخير الذي نريد أن نصل إليه، طبعاً لن نتمكن من إكماله حتى النهاية لضيق الوقت، ولكن سنكمله أيضاً في الزوم التالي، يعني يوم الأربعاء. فلنبدأ به. عمل اسم المفعول. طيب اسم المفعول اشتق من فعل مجهول. الفعل المجهول لا يرفع فاعلاً. ماذا يرفع؟ يرفع شيئاً يسمى نائب فاعل. طيب أما اسم الفاعل سابقاً، دائماً نقارن بينهما. اسم الفاعل يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً به. ليش؟ لأنه اشتق من فعل معلوم، يعني معروف فاعله. هون لماذا لا يأخذ فاعلاً؟ لأنه اشتق من فعل مجهول لا يعرف فاعله. لاحظوا الجملة الأولى، انتبهوا جيداً. لبنان مفتوحة أبوابه للزائرين. كلمة مفتوحة هي اسم مفعول على وزن مفعول. طيب
هنا مفتوحة، كلمة مفتوحة يلي هي مفتوح طبعا على وزن مفعول، اشتقت من أي فعل؟ من الفعل تفتح أو فتحت، نفس الشيء الذي فعلناه بالنسبة لاسم الفاعل. لو وضعنا الفعل المجهول فتحت أبوابه للزائرين، كنا أعربنا أبوابه شو؟ نائب فاعل لمين؟ للفعل فتح. هنا ماذا علينا أن نفعل؟ نقوم بإعراب أبوابه، كلمة أبوابه نائب فاعل لمن؟ لاسم المفعول، يعني اسم المفعول يعمل عمل الفعل المجهول. واضح؟ طبعا هذه النقطة سنشير إليها في يوم الأربعاء.